شاهدنا البارح كان هنا في موقف ناقشنا فيه المتسابقين بتوجيه من رئيس مجلس الإدارة، ويعني نشكر المتسابقين على تعاونهم على وقفتهم الصادقة في هذا الموضوع اللي هم يعلمون أن هذا الشيء مفصلي ولا رجعة فيه، لكن الله يبيض وجيههم. لكن شفنا فيه أبو عبد الله ردة فعل قوية شفناها عند المتسابقين. تحليل أبو عبد الله، ردة الفعل اللي صارت، وش المسببات؟ هل فعلا أثر عليهم؟ طيب، أول شيء احنا الآن وصلنا سكتب 53، نعم تمام، يعني 53 يوم. في هذه الأيام تبدأ تتكشف الأقنعة، يعني وصلنا احنا الآن بدأت تنكشف الأقنعة على الكثير. اللي كان عايش خلف قناع معين، وأنا الحبيب وأنا المسالم وأنا اللي فازع للكل، بدأ الآن يقول نفسي نفسي، المركز ما يتوج فيه إلا واحد، ما أنتم بتعطون المركز مرتين، فأنا نفسي نفسي. فبدأت تنكشف بعض الأمور. لازلنا نقول ونتكلم أن فيه مشكلة مع الجوال. المشكلة ما هي بمشكلة والله أن المتسابق يتابع رغبات الجمهور ويحققها، المشكلة أنه المتسابق يعني يهمل نفسه فيقصر فيطلع بشكل سيء. كثير من المتسابقين في بداية 30 يوم الأولى لما كان ما في جوالات معهم وما يستطيعون يصلون لخارج المنتجع بأي شيء، كان المتسابقين يؤدون على الشاشة، لكن بعد ما استمرت الجوالات معهم وصار الموضوع عادي شفنا قصور وشفنا مشكلة بيننا وبين. عموما الجوالات مشكلة، محور ما احنا راجعين له، الموضوع الآن عند الإدارة. ما أتوقع أنه بدون تحيز قصروا النقاد، لا إبداح على رأس الفقرة ولا سالم حزام بحكم هو القائد الروحي لنا وهو الموجه، وأبو منصور نمر النقد، ولا عبد الله ولا أنا يا محاتيكم، ما نصحنا وتوجهنا وتكلمنا ومسطش وطش وجهه أبو حزام وأبو منصور والشباب باسم النقاد أنه ما نبغى نسوي شيء، لكن أعطوهم فرصة أخيرة. بنبتل حنا نقول أعطوهم فرصة أخيرة، مو منطق. يعني صار الأثر سلبي عليكم أنتم كمتسابقين وعلى المتابعين وعلى البرنامج. إحنا ما نقبل أنكم تضروا أنفسكم، يعني معليش العلاج مر، العلاج مر، ما في أحد يأخذ العلاج ويشرب. حتى الفيفا دول شراب مر، حتى على الأطفال ما يتقبلونه. إحنا قاعدين نقول لكم الجوال يضركم يا ناس، افهموا هذه النقطة. ردة الفعل اللي صارت اليوم، ردة الفعل، شوف شوف، ريان رجل واقعي، ريان، وأنا أحتاج ريان في لكم يشرون، ريان رجل واقعي، ريان يعني عطى ما في صدره، قال يا جماعة ملينا منها، كل شوي واحد يجي يقول أنا عندي واعترض في 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 في, في طريق القافلة وبد ما لكم هم وخلاص وسلموا، وبالنهاية ما حد يسلم، وبالنهاية نشوف أحد. أنا أبغى ريان بس يعني سؤال، أتفق مع ريان؟ أتفق مع ريان فعلا، ريان عطى اللي في خاطره. طيب بس خلينا نصبح قبل ما ننتقل ريان، صبح بالخير على أبو منصور، حياك الله منصور.